بحط بنزين كل يومين بحط بنزين في العربية بمبلغ كان برضو المبلغ مش كبير. بدأ الأسعار تزيد فبقيت كل يوم بحط بضعف المبالغ. فطبعا بالنسبة لي عملت لي مشكلة عشان بمشي كتير بحب أسافر. فطبعا الموضوع ده تعبني يعني. فبدأت إن أفكر في حاجة بديلة إن أنا أعمل عربية بالكهرباء تنفعني وتبقى مستقبلا أقدر أسافر بيها أمشي مسافات كبيرة 200 و300 كيلو. فرق الفلوس طبعا لما انا بحط بنزين غير لما اقعد 3 4 ايام. انا ممكن اقعد اسبوع ما اشحنش العربيه امشي بيها مشابير صغيره خدت بالك وما اشحنش العربيه يعني وما بسمع لا الصوت ومريحاني في المشي ومشاكلها قليله غير لما تكون عربيه خدت بالك بنزين هتبقى دايما المشاكل بتطرد الواحد يعني.